عن جد كل الوكالة مدهوشة، ولهيك أنا عم خبرك مسلسل بياخد العقل، عجبنا كتير كلياتنا. إمتى منشوفك؟ طيب تمام، باي، مع السلامة. سراج، من إمتى بتقرر بناء على كلامنا؟ اقتنعت. بعدين ما في عنا مجال للمخاطرة، الكاست الرئيسي 20 ممثل بكفونا إلي وإلك. يا ربي دخيلك. عم نجمع الفواتير مشان اعمل ميزانيتي. يعني من الصبح وهو اخذ موقف ومعصب ومتوتر، ما بعرف شو بو. طيب اتخانق مع شي حدا؟ شو صار؟ صار في سوء تفاهم بينه وبين كرم، البطل اللي اخذ الدور الرئيسي سكر الكرفانة على حاله. تمام. وهي صار له 3 ساعات. تمام، هلا بحل الموضوع. هيك الوقت عم بيروح على الفاضي، خلال 20 ساعة لازم نخلص تصوير. لا تاكليهم، انا بخليه. الممثلين كلهم مزعوجين والمخرج اصلا رح يجن. ليكي قديش الساعة ولسه ما خلصنا ولا مشهد. خانوم لا تاكليهم، هالموضوع عندي. طيب ماشي. استاذ كمال، انا دجلة، ممكن نحكي شوي لو سمحت؟ استاذ كمال اسمعني، انا قبل ما اجي لهون مرقت على بيزيد وجبت لك رز من المحل يلي بتحبه، وجبت لك لبن بخيار، وجبت لك مخلل كمان، واحذر شو جبت، شكر بارا. انت عم تسمعني؟ مرحبا استاذ كمان. قال ما اكلت لهلا، بس شوف انا جبت لك وجبه ظريفه كتير رح تعجبك، طازه وسخنه. ما بدي يا حياتي، ما بدي. استاذ كمان خبرني، ليش حابس حالك بالكرفان؟ احكي لي شو يلي صاير معك. انا مليت من هالناس عديمه الموهبه، ناس جهله قليلين تربيه. أنا بحياتي ما رحت على موقع التصوير وماني حافظ دوري. صحيح، أنا بعرف منيح قديشك حساس بخصوص هالموضوع. هذا كرم عم يجي على لوكيشن بدون ما يحفظ دوره. هذا مو اللي نعرف من الإنستغرام؟ بتوقع أنه حالياً ما عم يمثل أستاذ كمال. يا حياتي هذا ما ممكن يتصلح، شو ما عملتي؟ حتى الإدراك تبعه مضروب، ما بيفهم الكلام يلي بيقولوا له إياه، وحتى لغته سيئة. بيقول بوريك على بريك بوريك، بيقول بدل طريقة طارقة. طريقة يا أفندي، طريقة، ما بكفي تقول طريق، بدك تقول قه. شو يعني طريقة؟ أه؟ شايف حالك عم تبيع بوصة؟ ايه. بيقول وريقة، شو يعني وريقة؟ تخيلي بيعطوا دور البطولة لشخص بيقول وريقة بدل ورقة. ايه. أنا اسمعيني، بدل ما يقول كلمة خطأ بيقول خطأ، هاد كيف ممكن يتعلم يحكي صح؟ أنا هلأ بحكي مع المنتج وبخليه فهمه أنه ما يجي مرة تانية مو حافظ. لا 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 لا، أنا مستحيل أرجع مثل مع هذا الجاهل بحياتي. بيقضيها عم يلعب بالموبايل على طول، على طول بإيده الموبايل، بنبهه باللوكيشن، بيقوم بقلل أدب معي. اسمعيني منيح، روحي لعند المنتج وقولي له يا أنا يا هو. بس أستاذ كمال اسمعني، هلأ بصراحة إذا صار هيك أنا بنحط بموقف صعب. دجلة أنتي لساتك صغيرة، بس لميس بتعرفني كتير منيح، بتعرفني منيح، أنا إنسان مرح، إنسان هادئ، بس جبرني عصب كتير. أنتي روحي قولي للمنتج، قولي له هذا الكلام بالضبط. طيب أنت المهم ما تزعل، لأنه ما في شي بيستاهل أستاذ كمال. هلأ شو رأيك أعمل لك فنجان قهوة وسط؟ ها؟ ما بدي يا حياتي، ما بدي. تمام. طيب ماشي أستاذ كمال، بما أنه عندك استراحة 3 أيام بالفترة اللي جاي، خلينا نبعتك على شي رحلة، شو رأيك؟ تستجم وبترتاح، بتريح راسك، شو رأيك؟ يعني أحسن ما تضل معصب ومتوتر هيك دائما. لو سمحت أستاذ كمال، الله يوفقك، وضعي سيء. ما في منه مع لحم؟ ما كان بقيان أستاذ، خلصوا المرة الجاية تكرم. الأداء كان كتير ممتاز، بهنيكي يا إيرام. مو بس أدائك منيح، إحساسك كان عالي. شكراً كتير أستاذ، كلك ذوق. الأستاذ ما في بالعادة ينعجب بحدا. شو معناتها؟ منقول مبروك هلأ؟ ايه خلصنا، انا لقيت ابطالي واتطمنت. حلو كتير، بهمنا انه البطلين الاساسيين من وكالتنا. الاسبوع الجاي بروفة قراءة، يا ريت تكونوا حافظين منيح، وبهنيكم مرة تانية. معناها انا بدي استأذن منكم، مبروك. استاذ معناتها انا بشوفك ببروفة القراءة، جيداء، باي. ايه برأيك كيف ممكن يكون شباك التذاكر لهالعمل؟ يعني الإيرادات حتكون قليلة وترتفع شوي شوي؟ برأيي بالعكس، رح نحقق مبيعات كبيرة لأنه الأبطال عنا رائعين. ممتاز. شو شباب جاهزين؟
ايه استاذ جاهزين. تمام سلجوق صوت جاهز معنا؟ كله تمام استاذ. اخي كمال بتقول الكلمات مع الحركة. تمام. يلا استعداد كاميرا 3 2 1 ابدأ. ارفعوا. يا لطيف. لا لا يا ابني انتوا شو عم تعملوا؟ شو هاد الموضوع فورا. استاذ كمال نحن مع مين عم نمثل؟ فهمان عليك تمام. انا بوعدك انه رح احكي بالموضوع ورح ينحل. طلعي فيني ما بدي هيك شيء مره ثانيه. تمام الكل جاهزين؟ جاهزين استاذ. بوعدك اخر مره. الاستاذ صار جاهز. نحن جاهزين استاذ. تفضلوا. هدوء باللوكيشن. 3 2 1 ابدا. يلا. لا لا يا استاذ صبر بالك. استاذ كمال ما بسويت استاذ كمال شو عم تسوي؟ استاذ كمال سخوني استاذ ضرب له على عينه. استاذ كمال طول بالك معلش استنى شوي. انا بدي اروح. لو سمحت روق. بعتذر كثير من شو هالمسخرة. ما تواخذنا. بعتذر كثير من اللي صار. مو معقول يلي صار. دجلة الاستاذ عم بيقول بده لميس خانم تيجي لهون فورا. ايه لميس خانم مو موجودة. لميس خانم راحت وما رح ترجع لآخر الصيف وانا حاليا مستلمة مكانها. عنجد؟ طيب نحن قررنا نمشي كمال بيك من العمل. بترجاكي لو سمحتي اذا هالموضوع وصل للصحافة وللسوشيال ميديا هذا الشيء رح يأثر كثير على حياة كمال بيك المهنية. صحيح هذا الكلام صحيح بس كان من الافضل انه يفكر بهالشيء قبل ما يتهجم على بطل العمل. واضح انه متوتر كثير وكمان هو اخذ سلفي عن 5 حلقات يا ريت يرجعنا اياهم باقرب وقت. يلا عن اذنك دجلة. لو سمحتي لا تزعلي يا حياتي لا تزعلي. منيح اللي صار هيك والله هلا ارتحت. تعي تعالي خليني اعزمك على فنجان قهوه. يلا يلا لشوف حكي. والله ممتاز. مين كانت الحماية؟ الحماية من عندكم والأب من عندنا تولين. يعني سراج عملت اللي عملته وأخذت منه نص الكاست. اللي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. سراج بي برأيي لازم نعلق هالقول بشي مكان مشان نضل نتذكر هاليوم ولو بعد 100 سنة. إذا ما صار في مشكلة بالنسبة للكاست هذا العمل رح يكون ممتع. ومين رح يعمل مشاكل بالكاست؟ البطلين من عندنا. بدنا نضغط على المنتج مشان باقي الأدوار الثانوية. ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ وكأنه هالتركيبات بعمرها ما صارت في هالوسط. مزهور. يلا خلونا نجهز حالنا ونطلع. يلا معنا 10 دقايق. تفضل جلال بيك. سراج رح نطلب نفس الأجر للاثنين؟ ما بعرف إذا بيزبط نفس الأجر جلال. كيف يعني؟ ممثلتي في عندها 3.25 ملايين متابع، ممثلك عنده 500 ألف. تمام بس هو أخذ جائزة البرتقال الذهبية وأخذ جوائز كتيرة يعني ما نو سهل. لك الشغلة مو بالجوائز. جوني ديب وإدوارد نورتون معون أوسكار. ايه هدول شي تاني. شو دخلنا فيهم؟ شو نفس الأجر؟ طيب تمام أنا رايح. ليش عم بتحطها؟ هي ما اختاروها. ايه بس نحن عشمناها للبنت وبعدين هي كتير موهوبة. مو مشكلة ما حدا رح يختارها. خلينا نجمع كل الشخصيات بملف. يلا يلا بسرعة بسرعة لسه بدنا نشوف غرفة الاجتماع. تمام خلصت. رح أقله لعمه بكري يجي يرتب. تمام يلا يلا يلا.
ضغطوا علينا هيك فجأة مع أنه لسه ما نزل على قائمة العرض. نزل شيء؟ لا بس ليش كل هاي السرعة؟ ماني عرفانة. هاي حركاتها لجيداء خانو. حركات جيداء خانو؟ تابعي كلامك لو سمحتي. واضح أنك كنتي بدك تعلقي، خدي راحتك. خير إن شاء الله. أنتو يلي خير، وين كنتو؟ شو دخلك؟ وليش قاعد؟ من اليوم ورايح هاي طاولتي. أنا تورون، ما في شي مالي علاقة فيه، ومساعد جيداء خانم. قريتوا القواعد الجديدة؟ أنو قواعد؟ اقروها. هذا أمري الأول. الزعماء عم يكتروا بالوكالة. انتبهت على الدعابة، بس أنا ما ضحكت عليها، بس تولين ضحكت. يمكن لأنه شخصيتها تمتاز بالتفاهة. خلونا نوقف على رجلينا. وقفوا وقفوا. شو هالمنظر هاد؟ اعتبارا من بكرة تلتزموا بالقوانين الجديدة. ليش شو بمنظرنا بالله؟ شوفوا القواعد الجديدة على الإيميلات. بعدين أنا شفت ساعة دخولكم على الشركة يومياً الصبح، ما شاء الله عم تتلهوا شي ساعة تقريباً، مو؟ بدكم تجوا على الوقت. ومن هلأ ورايح انتهت فترات العلاقات الاجتماعية تبعكم، عم تعملوها بحجة استراحة الغداء. من هلأ ورايح الأكل حيجي لعندكم. إيه لكن رح نشرح لك القواعد الخاصة بغرفتنا. 1، ما منحب الإزعاج. 2، ما منحب المزعجين. 3، ما منشتغل على الفاضي. لا تنسى تبعت لي الإيميل أيمن. تمام تولين. جيدة خانم، نحن رايحين على الشركة مشان المسلسل. سمعت، قال اخترتوا طفولتي في ذهني. ما بعرف، برأيي البيلسان الأسود أفضل. حب سري، أرض محرمة، وامرأة قوية. أوه، شو الظاهر قريت السيناريو؟ أنا كمان كنت عم فكر بنفس الطريقة قبل ما أقرأ طفولتي في ذهني، بس هذا منيح والشغل فيه منيح. لنشوف، هني عم يصنفوا العملين بنفس الدرجة، منشوف الريتنج بكرة. نبقى منشوف. تفضل، هاي الأوراق. يلا جاي لعندك على الطريق. وكالة إيجو، تفضل. في هدول كمان بكر. تمام. شو هدول؟ تمام معك. أنت عم بتقول إعلان بنك مزبوط؟ مين جنيد شيك؟ جنيد؟ طبعاً. من الممثلين عندي، وحتى أنا اللي كنت سبب بداية حياته المهنية كممثل طفل. مفهوم، ما عم تقدر توصل له. شو عم بتقول؟ إعلان من 15 حلقة؟ لا، أنا مديرة أعماله، أنت لا تأكل هم أبداً، أنا أكيد بقدر أوصل له. شكراً إليك، شكراً. كوكوش، زبطت معنا، عم تسمعي؟ برافو، نفدنا يا كوكوش، نفدنا. خليني دور على اسمه. فريدة؟ كيف الأمور؟ والله أنت فيك تحترق بنارك، أنا ما رح أتقاعد. يا شيل شام، أنقذتني. مبروك. العالم وين وصل والمرة لسه عم تقلي يا شيل شام؟ مو بوشي. سراج وجلال طلعوا من قبل شوي، حسيت أن الاثنين متحمسين على الفاضي. ودجلة؟ هاي راحت عليها 1-0. طلعوا الممثل تبع من المسلسل. ليش عم تضحك؟ في شي بيضحك؟
شكراً كل الذوق. أهلا وسهلا دجلة. اسمعي، أنا مستحيل أشتغل مع لهي البنت، مستحيل أشتغل معها، أنا ما بشتغل مع لإيران. ممكن تحضني شوي؟ الله يوفقك، أنا بحاجة كبيرة لحضنك هلا. أنت منيحة؟ شو صاير؟ الأستاذ كمال عمل مشكلة بموقع التصوير وطردوه من المسلسل، وهالأغلب الحق علي بهي القصة، يعني مو الحق علي بس أنا فشلت، ما قدرت حل الموضوع. لا تاكلي هم إلا ما تلاقي طريقة وتحلي الموضوع. لا تخافي، اهدي. شو بدي أعمل؟ تليفون عم يرن، جيدة خانة وعم تتصل، لازم أطلع لفوق. طيب فورا برش. الله يوفقك، معلش تستناني. ماشي بس أنت اهدي، روقي شوي. طبعا. شو صار لك؟ اهدي، كله عادي، بس أنت ركض، خلينا نلحق. كله بينحل، روقي وهدي، لا توتري. تمام، انا رح استناك على الترس. انا هلا بجي. انتبه على حالك. ماشي. جيدة خانم، حرام، حالته النفسية كانت تعبانة كتير، ما بعرف كيف عمل هيك. أنا ما بيعنيني كيف صار هالشي دجلة. الممثل تبعك تقلع، طلع برا، ما عاد يتعاملوا معه، والخبر وصل للصحافة. الشي الوحيد اللي بقدر أقوله بهيك حالة إنك فاشلة وأدائك صفر، وصرتي تحت الصفر بعد اللي صار اليوم. لو سمحتي أعطيني سبب واحد مقنع لحتى ما أقلعك أنا كمان. تمام، خلينا نتفق على شيء. رح أعطيكي فرصة تانية تغلطي فيها وبمرق لك ياها، بس بالمرة الثالثة بتمشي لحالك. اسمعوني، ليش نجح مسلسل حكيم أوغلو نجاح كبير؟ لأنه الزلمة كان حزين ومهموم، زلمة كان يتصرف بطريقة سيئة حتى مع مرضاه. المشاهد عم يقلنا فاجئوني. صحيح صحيح، مسلسل عمل عمايله وقته. والله أنا حبيته. بعرفكم كاتبة السيناريو وهي خبيرة نفسية بنفس الوقت وصاحبة رواية أنت قمامتي. أنت قمامتي، أنا قرأتها، حلوة هي الرواية، أنا قرأتها وعجبتني. أنا شخصياً عجبني كتير المشهد تبع الحما يلي عايش بالجبل لما بيرفض يأكل بالبلدية، مشهد مؤثر كتير، عنجد حبيته. متعوب عليه. مخرجنا ما حكيت شي. أنا حبيت الكاست بشكل عام باستثناء سودا. شو تقولي؟ مهووسة السرقة، وبحبذ تكون مكانها أرزو. أرزو هي المناسبة. أرزو؟ آه أرزو، هي ممثلة عنا. أرزو هي ممثلة عنا صح، بس أرزو ما عندها خبرة. ما في أي مشكلة، بنعمل لها تيست، بدنا وش جديد، منجرب ليش لا. تمام تمام، فورا رح نطلب أرزو على تجربة أداء فورا. أيمن سجلها ملاحظة. تمام جلال بيك، رح سجلها فورا. باريش، أنا تعبانة كتير هلا، كتير تعبانة. رجعنا من أول وجديد. تمام. ألو، انتظار خانم. مرحبا. أي طبعا، عندك تصوير بكرة. بعتت طلباتك؟ أي طبعا، أكيد بعتها، كله تمام. خلص بشوفك بكرة، معناها مع السلامة. أنا وحدة غبية كتير، كتير غبية، كيف نسيت هيك؟ لحظة لحظة بس، أنا لازم اتصل تلفون ضروري. وين كان هاد؟ تمام. مرحبا، أنا دجلة من وكالة إيجو. انتظار خانم عنده شوية طلبات مشان تصوير بكرة، كنت بدي أخبركم عنها. بعت إيميل؟ تمام، رح أبعت إيميل. مع السلامة، إن شاء الله ما أنسى. حبيبتي اسمعيني شوي، عدي هون، اهدي، كل شيء له حل، بس روقي أنت، ليش هيك محملتيها؟ أنا عم أفشل فشل كبير، عملت حالي موافقة على تصرفات أستاذ كمال منشان أقدر أقنعه، حاولت سايرة واستوعبه، قام راح وهجم على الرجال الخطأ. يكون إحنا أخدين سلفة عن 5 حلقات، بس هلأ صرنا مضطرين نرجعهم كلهم. وجيداء خانم جن جنونة.
انت ليش ما بدك تمثل مع إيرام؟ البنت موهوبة كتير وتمثيلها حلو، الكل عم يحكي عنها تحت، وحتى المنتج بعت رسالة وشكرني. قل لي ليش؟ حسيت انها ما لها حقيقية ابدا. هي ما لها حقيقية؟ ايه، وما لها منيحة ابدا. انا بالي مشغول عليك بكل لحظة وبكل دقيقة. برأيي ممتازة، انت مالك مهتم لهالشي ابدا. شايف عم تمثل بطريقة ممتازة، انت ظلمتها كتير بكلامك. جواتي في فراغ كبير، ما بعرف شو السبب. بعدين قصيرة. شو قصيرة؟ إيه؟ وين المشكلة؟ ما عم بفهم شو مشكلتك؟ انت عندك مشكلة مع إيرام يعني؟ والله ما عم بفهم، انت مزعوج من شي؟ شو القصة فهمني؟ شكلك عم تمدحي فيها للبنت لانك ما لقيتي ممثلة تانية طول هالوقت، يعني مشان تبرري لحالك مو لقي شي تاني. بس هذا فيلمي انا دجلة، وانا ما بدي مثل مع لهي البنت بهذا الفيلم لو سمحتي. حاولي ما تشتغلي بس مشان تخلصي الشغل، وبس اشتغلي لحتى يكون الشغل مميز. باريش ممكن تستنى شوي؟ باريش استنى شوي، باريش لحظة لو سمحت، باريش ممكن تستنى؟ دجلة؟ راكدة ورا حبك ولا ورا شغلك؟ أكيد ورا شغلي شيداء خانو، باريش قال هالبنت ما بيصور معها. يلا بالاسم. يعطيكم العافية. مع السلامة. يعطيكم العافية. يا شباب خلونا نحكي بالموازنة شوي، مثل ما بتعرفوا نحن ما منحقق أرباح تذكر بالموسم الأول. أنت تناقش مع سراج بيك بموضوع الميزانية، أنا رح شوف الشباب. تمام، باي باي باي. طبعا طبعا. بس والله حلال عليك يا سراج، الكاست رائع جدا. يعني عجبك؟ وخصوصا ديفن، إلى فترة طويلة ما بينت على الشاشة، المشاهدين اشتاقوا لها كتير. وبكرة بتشوف كيف رح تلعب دور المصاب بالشيزوفرينيا، شغلة بتاخد العقل مبينة. أنا وأنت أصدقاء قدما، وأنا اشتقت للشغل معك. والله وأنا كمان، وأكيد اشتقت لميزانياتي. ايه طبعا. شو بدك؟ مثل ما قلت لك على التليفون. أوه والله بالأول فكرت إنك عم تمزح. الله يسامحك يا عدنان، أعطيتك نجمين مهمين وفوق هذا أقنعت ديفين. بس السوق مليان ممثلين بيشتغلوا بنص القيمة، وانت بتعرف. فهمان على مين قصدك. خلاص عراحتك، جيب الممثلين اللي عم تحكي عنهم. تمام خلاص تمام، هالمرة كمان ما قدرنا عليك. بس لو سمحت لا تخبر جلال، خلي الحديث بينك. مثل ما بدك. أيمن، أيمن، مين هاي أرزو؟ من وين طلعت هاي كمان؟ جلال بيك معك حق، طويل بالك، بعتذر منك، بس عن جد رح يطير عقلك بالبنت، البنت موهوبة كتير، بعدين المخرج هو اللي اختارها. تمام أيمن، أنت مستعد تحكي أي شي مشان تطالع حالك؟ معك حق، خلص اتصل فيها، خليها تجي. تمام، اتصل فيها فورا. ايه؟ هلا أرزو. ألو أيمن؟ ها أرزو اسمعيني. شو في؟ قومي تعي فورا، في عندك تجربة أداء. يلا. شو؟ تجربة شو؟ وين وإمتى وكيف؟ حاجة تسأليني. يلا استعجلي أرزو، ناطرينك. يلا باي باي. تمام يلا جاي. مشي الحال. جاي ما؟ إيه جاي. لنشوف ها كيف كان الوضع؟ ممتاز. قديش؟ منيح. كيف يعني منيح؟ أنا بعرف إنه في ميزانية واضحة سيراج. ما عطانا مثل ما نحن حاطين. عطاك ثلاثة؟ لا يا روحي، مثل ما حكينا اثنين. منيح ماشي الحال. يلا هي بتحكي كتير، بس فوت لجوا شو بدي اقول لها؟ دبر حالك. يلا باي باي. ديفين كيفك يا روحي؟ ما اشتقتي لي؟ شو رايك نتعشى اليوم سوا؟ باريش ما عجبته الشريكه. شو يعني ما عجبته لباريش؟ انا بدي اياها، انا ثبتت الكاست وخلص. تمام انا بتصرف، رح احكي معه بالموضوع ولاقي حل بيناسب الكل. الله معك. ألو نعم؟ حضرتك بعتلنا طلبات زينب خانو، بس بصراحة تأخر الوقت كتير. كيف يعني الوقت تأخر؟
هاي الطلبات لازم تتطبق بتصوير بكرة. للأسف ما منلحق، نحن ناهيين أمورنا. كيف يعني؟ أنتم ما بيحق لكم تحسموا الموضوع بهالطريقة. يلا يعطيك العافية. لك فوق كل هالشغل اللي عندي لسه بدي أتحمله لهي كمان؟ شو هالبنت هاي اللي بعد تلاميذ؟ ما بتعرف تشتغل شيء ولا عندها خبرة بأمور الشغل. كيف يشتغلوا هيك أشخاص والله ما بعرف. راشد شو أعمل؟ تمام. ألو كافيه يا شيل شام قنقر، هاد أنت؟ إيه فريدة. إيه والله معك حق، من زمان كتير إلي زمان كتير ما أجيت لعندكن. أنت عم بتقول إنه هذا الطريق انتهى؟ والله إذا أنت يا قنقر عم تحكي هاد الحكي اللي عندي. أها إيه شفتوا شي؟ معقول يعني؟ معقول من زمان ما شفتوا؟ أنا كمان إلي 15 سنة ما شفتوا. إيه شو بدنا نعمل؟ والله أنا معي عنوان بيته القديم، قلت ما إلي غير إني روح على البيت. راكبة بالتاكسي هلأ بدي روح على البيت لعنده. إيه طبعاً بخبرك شو بصير معي بس شوفه. هذا النصيب، شو بدنا نعمل؟ يلا مع السلامة. آه برو، كيف كانت تجربة الأداء؟ مشي حالة؟ بالمناسبة ماما وصلت، أنا عم أدق لك وعم ترد. إيه منيح، الحمد لله على سلامتها. باريش، تعال خلينا نلعب شي ماتش، بتروق شوي. مو جاي على بالي أبداً أخي. تولي لما جيداء خانم طردتني من الشغل حسيت حالي انتهيت، منشان هيك اصلا رحت وفتت على تجربه الاداء وما بعرف كيف قدمت. بس الحظ ضحك لك يا سهيله، اختاروكي بشخصيه اساسيه. ايه وبدي مثل دور خطيبه اخ ميرفي، عن جد ماني مصدقه. يا سلام، انا بعرفه لهذا الدور، دور حلو كتير، يعني دور رح يكون له صدى كبير عند الجمهور. بس لازم تنعمي صوتك، احكي بهدوء لانه الشخصيه فيها انوثه، يعني فيكي تشتغلي على تفاصيل الشخصيه، مثلا فيكي تضيفي لكنه خاصه. تمام، اصلا رح ندرب مع بعض اذا كان في مجال. سوسو انا مبسوطه كثير اليوم، امورنا كلها ماشيه منيح. بوسات، انتبهي على حالك كثير. كلنا ايمن، انا اليوم تبهدلت كثير. شو صار؟ شو اللي صاير؟ شوفي يا مرحبا. حبيبتي بدي اسكر هلا الحوار، لازم تحفظي تعليمي احكي بعد. تمام بشوفكن. يا عمري انتي، انا رايحة اشوفه لجلال بيك. تمام. اليوم اعصابه تعبانة كتير، ما عم بيخلي حدا يقرب منه. شفتي لما بقلك رح تمشي معناته رح تمشي. يا حياتي أنا أجيت بس ما عم لقيكي بالمطعم. أنا هون عم لوح لك بإيدي، تعال.
رح تواخذيني بس ما عرفتك متغيرة شوي. لك لا كثير. ايه شو عشقانتي لك شي ختيار؟ لا ديفين هاي انت؟ كنت متأكدة انك رح تسألني هالسؤال. كنت غيري اسمك كمان؟ لك وين غطى كل هالغطى؟ وينك مو مبينة؟ انا رجعت على الطبيعة، رجعت لنفسي. والله كان لازم افهم من لما حطيت ستوري تبعك وقتها، دائما بيطلع شيء من ورا هدول اللي بيعملوا فترة توقف. شو بيقول الجسم يا سراج؟ يعني انا منيحة هيك، عم تفهم؟ يعني انا تركت روحي حرة، يعني ما عاد فارقة. لا بالعكس تماما، انا صرت عم اتمسك بالحياة بايدي ورجلي وبكل الوسائل. يعني انا ولدت بالبيرو، متت بماتشو بيتشو والباسكا، سحرتني تماما. العقل طار كمان تماما يا ابو عقل محدود. شو يعني ذهن محدود؟ بتعرفي شو جبت لك اجر على الحلقه الوحده؟ شو قيمه المصاري كرمال الله؟ يعني الحياه منعرف انه رح نموت وما لنا مخلدين فيها. اسمعني انت مثلا، فيك تشتري ساعه بالمصاري مو هيك؟ فيك تشتريها، بس انت فيك تشتري الوقت؟ ابدا. الحمد لله ما حدا عارفانك بهالمطعم. بعدين خليني اقول لك شغله، من هلأ ورايح أنا بدي أعزف موسيقى وبس. دجلة؟ وينو بارش؟ شو صاير له؟ نار وشعله. وينه؟ جسمه هون بس عقله الله أعلم وين. شو صاير معه؟ بس لو أعرف. هو بغرفته؟ لا بالجنينة. هلأ بدك تقلي ليش جاي؟ ما رح أقلي. إذا عم إزعجك بروح فوراً، عن جد عم أحكي. لا تروحي. برأيك أنا وحدة فاشلة؟ لهالدرجة أنا مديرة سيئة؟ لا بس أنت هيك قلت لي، قلت لي أني عم أشتغل بس مشان خلص الشغل. أنا ما كان قصدي أقول لك هيك، صدقيني. وإذا زعلتك أنا بعتذر. سامحتك بس في عندي شرط. وشو هالشرط بقى؟ بدك تشتغل مع إيرام. أنت ليش مصر لهي الدرجة؟ أنت ليش عم ترفض لهي الدرجة؟ أنا ما عم أفهم عليك. لأنها مو ظابطة، ما لها منيحة، يعني ما حسيت إنه في طاقة بيني وبينها. شو بيفهمها بالتمثيل هي؟ مبينة إنها وحدة عديمة الموهبة. الكل عجبهم أداء للبنت إلا أنت، شو قصتك بارش؟ أنت خايف تطلع أحسن منك ولهيك ما بدك إياها؟ لا مو معقول، مالي عم صدق إنه هذا الحكي عم يطلع منك أنت. خلينا نسكر هالموضوع ونطلع من هالقصة. بسببك أنا اللي رح أطلع من هي القصة. ليش أنت شو لك علاقة؟ ما طل عندي إلا فرصة واحدة بارش. عند اول غلطه بعملها رح تمشيني جيدة خانو من الوكاله. يعني مشان انت ما تغلطي لازم انا اللي اغلط. وين الغلط اذا مثلت مع ايران؟ ليش ما عم تفهميني؟ لا تعملي هيك، لا تطلبي مني هيك شيء. انت اناني كتير. انا اناني؟ اي والله اناني، ومثل الكل طلعت ما بتفرق عن الممثلين يلي بتنتقدون، عم تتصرف بطريقه استعراضيه وبس. انا طريقتي استعراضيه؟ ايه استعراضيه وانانيه كتير مو شوي. تصرفي ما له علاقه بالاستعراض ابدا. بعدين شو دخل بقيه الممثلين؟ لانك تعلمت منهم تلاقي مبرر لمزاجيتك. لك شو عم يصير معكم؟ ما عم يصير شيء بنو، وشكله ما رح يصير شيء كمان. شو عم يصير معكم؟ انت لا تتدخل. شو عم يصير معك من اول ما اجيت؟ رد علي حاكيني، لا بتجاوب على سؤالي ولا بتقول شيء. يا الله دخيلك. عم تسألني ليش عم اسرق؟ عم اسرق لاني غيرانة. بصراحة في كتير امور ما بتصير بالعالم اللي ما في غيرة. ارزو خلينا نوقف، لازم تكوني مقنعة اكتر. تمام، حاولي تكوني مقنعة اكتر. يلا
مايكل جاكسون لو ما كان عنده غيره. أرزو رؤي، الدور يلي بدك تمثليه هو دور وحدة مهووسة بالسرقة، معلمة أدب مهووسة بالسرقة، بدها تسرق يعني أي شيء بيعجبها بتحب تاخده سرقة، ما بتحب تدفع حقه أبداً، أوكي؟ تمام. أها، يعني فكري بالمشكلة وحاولي تعكسي هاي المشكلة بإحساسك ورح تزبط معك أكيد. يلا خلينا نشوف. لو ما كان في غيرة ما كان في أدب كمان، ولو ما كان في ملك غيور ما كانت كتبت حكايات ألف ليلة وليلة. راح التركيز تبعي وجعت كمان، ما رح أقدر كمل. سوري. شو يعني شو سوري؟ أرزو لا لا، لوين رايحة أرزو؟ وقفي شوي. جعت كتير، رح موت من الجوع. ما بيصير هالحكي. إبليس شو عم تعمل هون يا إبليس؟ انت نايم هون أيمن، شبنا؟ لا يا جلال بيك، شردت شوي. كيف يعني شردت شوي؟ هاي البنت حملت حالة وراحت. لوين راحت؟ أيمن لو سمحت لا ترد على سؤالي بسؤال، لا تجنني أيمن. طيب فهمت عليك، انت ارتحتي، روقتي، صفيتي روحك، واضح غزيتي جسمك منيح كمان. ممنوع المحاكمة، ممنوع المحاكمة. الكون قال لي شو لازم أعمل. هاي رحلة قصيرة، رحلة مليئة بالسلام. يعني أنا هلأ مثلاً صرت قدراني أفهم الطيور أكتر. والكفوري ما فهم الطيور. أنت فهمتيها هيك دغري؟ اسمعيني، أنت ارتحتي فترة طويلة. أها. وهلأ في عنا شغل جديد، عمل رائع وشخصية مميزة مصابة بشيزوفرينيا. على كيفك الدور، رح يرجعك لمصاف النجوم. بس لولا العتمة ما كانت لمعت النجوم كمان. يعني بجوز أنا كمان عم دور على طريقي بالعتمة، ما بتعرف. فهمت علي؟ شو قلي؟ طيب تعالي أنا وأنت نشوف طريقنا. مفاجأة؟ شي سري؟ مفاجأة؟ سر؟ ما رح تقلي؟ تعالي. شو عم بيصير؟ طلعي شرف، عن جد هاي انتي ديفي؟ طلع هاي الممثلة، هاي مانا الممثلة ديفي. شوفي حالك لهالدرجة، منظري طالع بشع؟ يعني واضح انك استهترتي. طيب بصير هيك شيء احيانا، كتير ممثلين بيهملوا حالهم فترة. سلمى الحايك مثلا اهملت حالة فترة، سمنت شوي وزاد وزنها وتغير شكلها، بس بعدين صحيت على حالة، طلعت بالمراية وقالت لحالة لا تهملي حالي. انت كمان لا تهملي حالي، ما بصير. طيب ما في مشكلة، لسه في اسبوع للتصوير، منقدر نرجعك لحالتك الماضية، تركي علي. تمام تمام. برافو. لو سمحت لا تضايق حالك، انا برأيي الشخصي انه كل الحمامات لازم تكون مختلطة. تفضلوا. من بعد إذنك ممكن ناكلها هون بخمس دقايق بلا ما تحطها بالعلبة؟ يا أخي بس نحن بدنا نسكر. شوف مكتوب ساعة الإغلاق إمتى. صحيح مكتوب ساعة الإغلاق، بس مكتوب تحتها كمان إنه الزبون على حق دائما، معناها نحن معنا حق، خلينا ناكلها هون. ما بصير يا أخي، سكرنا. أنا كتير جعت، ما عم بقدر أتحمل. طيب. عصافير بطني عم تزقزق. يلا عن إذنك. تمام. طيب وين بدنا ناكل هلا؟ في مقعد هون، تعالي نقعد وناكل. أنت شو ما عندك بيت؟ بلا طبعا عندي. معقولة ايه؟ ما عندي وليكو قري؟ لكان امشي، هلأ بتبرد بصير مثل البلاستيك. تعرفي يا أرزو لو كنا بالنرويج ما كنا حكينا هيك حديث أبدا. لو كنا بالنرويج ما كنا أكلنا بيتزا بهالوقت. لو كنا بالنرويج كنت قلتلك تعالي ناكل بيتزا مباشرة، بس المجتمع يعني عم يضغط علينا بهذا المجال. البيتزا عم تبرد وهلأ بصير طعمها بيقرف وما عدت تتاكل بعد شوي. امشي خلصني. تعالي تعالي تعالي.